إلى نيويورك، حيث تواصلت اليوم في جلسات مغلقة المشاورات بين أعضاء مجموعة أصدقاء الصحراء والتي تضم كل من فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وروسيا بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد مهمة بعثة المينورسو في الصحراء والتي ستنتهي في 30 من الشهر الجاري، حيث من المرتقب أن يصادق مجلس الأمن الدولي بيوم الجمعة المقبل على القرار. وبين واشنطن والرباط علاقات استراتيجية تقوت خلال السنين الأخيرة من خلال إبرام اتفاقية للتبادل الحر وإقرار حوار استراتيجي بين الجانبين من نيويورك. هذه مراسلة عبد الحفيظ المنور وعز الدين الإدريسي. بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب علاقات متميزة. الحوار الاستراتيجي بين البلدين دفع بالعلاقات الثنائية إلى الأمام. اتفاقية التبادل الحر بين الجانبين منذ 2006 مكنت من مضاعفة قيمة الصادرات لدى الرباط وواشنطن. علاقات جعلت من المغرب حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية. المغرب هو واحد من بين الدول التي تعول عليها الولايات المتحدة الأمريكية في علاقاتها، وهو أثبت تعاونه معها. الأمريكيون يحبون المغرب كوجهة مفضلة، واعتقد أن العلاقات بين البلدين جد قوية. وتعود العلاقات بين الرباط وواشنطن إلى ثلاثة قرون تجسد عبرها التعاون في جميع المجالات. علاقات متينة يراها المتتبعون ستبقى قوية. العلاقات كما تعرفوا بين المغرب والأمم المتحدة والولايات المتحدة تاريخية ومتينة منذ زمان، وهذه العلاقات ما أظن غادي يتغيروا. ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية ما فتئة تنوه بالمجهودات التي يبذلها المغرب في مجال الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي تعتبره نموذجا يحتذى به في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. ومتابعة للموضوع معي زميل يوسف الحميدي ضمن الفقرة السياسية. يوسف، محاولة تمكين المينورسو من اختصاص مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء نفهم أنه كان لها تأثير إيجابي، ألا وهو إعادة تقييم للعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. رب ضارة نافعة كما يقال هشام، فاللحظة مناسبة ليس للمغرب فقط ولكن أيضا للولايات المتحدة الأمريكية للوقوف عند الأشواط التي تم قطعها في مسار تعزيز الشراكة الاستراتيجية. البلدان يعرفان بعضهما البعض جيدا، ولعل الحوار الاستراتيجي الذي تم إطلاقه قبل أشهر خلت خير مؤشر على متانة هذه العلاقات. المغرب هو البلد الوحيد في المنطقة الذي أبرم شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة. هو المغرب الذي يشكل الحليف الأهم لواشنطن خارج الحلف الأطلسي، والذي تعتمد عليه أمريكا بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في عديد الملفات. الولايات المتحدة التي لطالما عبر مسؤولوها غير ما مر عن تقدير خاص للرباط في مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي تحت ريادة ملكية تحظى بمكانة خاصة ومتميزة لتدبيرها الجيد للأسئلة المغربية الكبرى وللملفات السياسية الخارجية. وبنظر ملاحظين أمريكيين وغيرهم، فإن المرحلة الحالية قد تعطي دفعة قوية للشراكة الأمريكية المغربية، لأن هناك بالفعل مصالح جيوستراتيجية تفرض ذلك، ولكن أيضا وهذا يجب أن لا ننسى هشام أن هناك قيم مشتركة وأولويات مشتركة بين البلدين. نعم يوسف، مصادرنا في عين المكان تقول بأن هناك مشاورات تجري حاليا مع واشنطن، هل تذهب هذه المشاورات إلى إعادة الأمور إلى نصابها بخصوص ملف الصحراء المغربية؟ كل المؤشرات تقول نعم هشام، فجلالة الملك أخذ المبادرة ومسك بزمام الأمور منذ الوهلة الأولى، حيث انخرط الملك بشكل شخصي في تدبير التطورات الأخيرة لملف الصحراء، وذلك ما لمسناه بشكل واضح خلال العشرة أيام الأخيرة حين قام الديوان الملكي بتعبئة قوية لكافة مكونات الحقل السياسي المغربي ضد محاولات توسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء. انخراط شخصي والتزام موصول للملكية في كل ما يمس من قريب أو بعيد السيادة والوحدة الترابية، وحيث لا مساومة حولهما،
فالعاهل المغربي يحظى باحترام وتقدير ومصداقية في العالم من خلال التأثير في عديد القضايا العالمية الكبرى والتي يعتبر المغرب فاعلا رئيسا فيها. هذا الأمر يقوي من المكانة العالمية للمغرب. يضاف إلى ذلك النجاح في التعبئة الوطنية في كل اللحظات الحاسمة في تاريخ المغرب الحديث، وهذا ما عشناه خلال الأيام الأخيرة، حيث لم يكن هناك أي تمايز بين الحكومة أو المعارضة، والكل وقف صفا واحدا عند الخط الأحمر لكل المغاربة، وهو المس بسيادة المغرب على أراضيه، خاصة عندما يكون الملك من انخرط والتزم شخصيا بقيادة هذا الإجماع الوطني حول القضايا الكبرى للبلاد. هشام. نعم يوسف الحميدي، كنت معنا في الفقرة السياسية، شكرا جزيلا على هذه التوضيحات.